الذي لاقى بالنافير. بسم الله بالتكبير. بسم الله بالتكبير. لنبينا طاب النافير. لنبينا طاب النافير. لا إله إلا الله. لا إله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد حبيب الله. محمد حبيب الله. يا هندوس يا أنجاس. محمد حبيب الناس. محمد حبيب الناس. يا هندوس يا أنجاس. يا هندوس يا أنجاس. محمد سيد الناس. محمد سيد الناس. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الجبار قاسم الجبارين، القائل في كتابه الكريم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والصلاة والسلام على رسول الله القائل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. عذرا يا سيدي يا رسول الله، الكفار ينالون من مقامك، وحكامنا خونة، وجيوشنا متخاذلون. أيها المسلمون، ها أنتم ترون كيف تتوالى إساءات الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعدياتهم على مقامه الكريم، فما كادت إساءات فرنسا تنصرف عنا حتى خرجت علينا إساءات الهندوس عباد البقر على لسان بعض الناطقين باسم الحزب الحاكم في الهند. أيها المسلمون، إن هذه الإساءات ما هي إلا حرب على الإسلام والمسلمين، على عقائدنا وبلادنا وثرواتنا وأعراضنا وحجاب نسائنا وتماسك أسرنا. ومن أجل هذا كله فهم يحاولون النيل من رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الحرب على المسلمين يتناوبها الكفار، فهذه أمريكا وعدوانها على العراق وأفغانستان، وتلك السويد وقصفها لأبناء المسلمين، وفرنسا تعتدي مرة، والروس مرات، والحاج يا ولدي الحاج كما تقولون، الله كريم والله العظيم استجد علينا، قلنا دخلنا جوا بس على اصلاحي ولا استفدنا انه شو قال لي الجهاد في سبيل الله وفتح جبهات القتال ليقول الجيش كلمته في تأديب الكافرين والمشركين واستئصال شعفتهم. فاللهم عجل لنا بقائد كخالد بن الوليد. يا جيوش المسلمين. يا جيوش المسلمين. هبوا لنصرة الدين. هبوا لنصرة الدين. يا جيوش يا جيوش. يا جيوش يا جيوش. حطموا تلك العروش. حطموا تلك العروش. حكام المسلمين ونذالتهم تجرئ عباد البقر على التطاول على سيد البشر. ونحن ومن المسجد الأقصى المبارك نوجه خطابنا إلى جيوش المسلمين في مصر والحجاز وتركيا والأردن وكل بلاد المسلمين، ونقول لهم أين أنتم؟ أما آن لكم أن تنصروا دينكم وتنصروا نبيكم وتحرروا بلادكم ومصراكم؟
ونقول لقادة هذه الجيوش إن ارتهانكم لأمريكا وللحكام الخونة أفقدكم كرامتكم وأفقد جيوشكم قيمتها وإرادتها وأنساها واجبها تجاه أمتها ودينها، فتجرأ أعداء الإسلام على كل الحرمات وفعلوا بالمسلمين كل الموبقات، وهذا كله بسبب تخاذلكم وسكوتكم على الحكام. فمن لنا يا قادة الجيوش؟ من لنا يا ضباط الجيوش؟ من لنا بقائد مجاهد جريء يحب الله ورسوله؟